والجهل بالتحريم له صورتان: الجهل بالحكم الشرعي، والجهل بالعين. مثال الأول: شخص زنى بامرأة يجهل أن الزنا حرام، هذا لا حد عليه، لكن لا نقبل دعوى الجهل من كل أحد، ولا كان كل من زنى قال أنا جاهل. لكن يقول العلماء إذا أمكن تصديقه كشخص أسلم حديثا، أو شخص نشأ في مكان نائي بعيد عن العلم فيمكن تصديقه، فإذا كان يمكن صدقه وادعى نقول هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. أما من نشأ في دار الإسلام فلا يقبل منه دعوى الجهل. هذا هو الجهل بالحكم الشرعي. الصورة الثانية: الجهل بالعين، يعني بالواقع. قالوا: كمن زفت له غير امرأته فوقع عليها بالغلط، أدخل على غير زوجته فجاء معها، وهذا وطء حرام، لكنه جاهل، هو يعلم أن الزنا حرام لكن يجهل أن عين هذه المرأة حرام عليه، يظنها زوجته، هذا أيضا لا حد عليه، وهذا يسميه الفقهاء وطء شبهة. يسمون الفقهاء هذه الصورة وطء شبهة ليس فيه حد.